ملف الرياضة المصرية في هذه الفترة مليء بالزخم، مليء بالبطولات، مليء بالتحديات، سواء طبعا الأولمبياد القادم باريس 2024 وأيضا نهايات المنافسات المحلية. نتعرف على كل الأخبار الرياضية معانا مع ضيف حلقتنا النهاردة، الناقد الرياضي الأستاذ كريم إبراهيم. ازيك يا أستاذ كريم؟ عامل كله تمام. ازيك يا أستاذ إبراهيم؟ أخبارك إيه؟ أخبارك إيه؟ كله تمام. أولا عندك كلام كتير النهاردة وفي بالزبط. احداث كتير عندنا سواء محليا او دوليا. خليني عايز ابدا بدوره الالعاب الاولمبيه، استعدادات البعثه المصريه، واحنا عندنا اكبر عدد هيشارك في اولمبياد في تاريخنا. بالظبط. شايف العدد، شايفها بالكم ولا بالكيف؟ طيب مبدئيا انا برحب بحضرتك وبالساده المشاهدين، وخلينا طالما انت بدات بالكلام عن موضوع اكبر بعثه في تاريخ مصر في المشاركات الاولمبيه، احنا حاليا واصلين تقريبا 143 لاعب ولاعبه متاهلين في الاولمبياد باريس. العدد مرشح ان هو ممكن يوصل ل 150 لاعب ولاعبه خلال الفتره الجايه، يعني نضيف على دول تقريبا 90 ل 100 فرد ما بين اداريين، مدربين، اجهزه فنيه، كل الكلام ده. فالبعثه مرشح انها توصل لتقريبا 250 فرد. ولكن في حاجه مهمه جدا، هو طبعا كل ما زادت قوه مصر في مشاركتها في الاولمبياد وان زادت عدد احنا بنشارك بيه، ده حاجه ايجابيه جدا وبتدل ليها دلاله ان انت حتى على مستوى قاره افريقيا بتعلى جدا في المنافسات وبتاخد اكبر قوه قاريه تتاهل بيها لاولمبياد باريس واكبر بعثه افريقيه. ولكن خلينا نتفق ان مش ده الهدف الاساسي اللي احنا اللي بتصرف على الرياضه عشان خاطر نحققه. مهم ان احنا نسافر بعدد كبير، لكن مهم ان احنا زي ما سافرنا بعدد كبير من اللاعبين نرجع بعدد كبير من الميداليات. انا الفكره كلها ان متكلم في 150 لاعب ولاعيبه يسافروا ويشاركوا في اولمبياد باريس. المنافسه صعبه جدا، المنافسه مختلفه عن اي منافسات، حتى لو بطولات عالم في الاولمبياد اصعب. ولكن على الاقل احنا محتاجين ان من بين ال 150 لاعب ولاعيبه دول يكون عندنا مثلا نسبه 10%، يعني نتكلم في 15 لاعب ولاعيبه مثلا 15 ميداليه نكون راجعين بيها. خلينا نكون في بعض الدول كتير جدا، يعني الدول طبعا اللي بتحتل المراكز الاولى في الترتيب في جدول ميداليات الدورات الاولمبيه بشكل عام هي الدول اللي عندها قدره ماليه كبيره انها تصرف على كل الالعاب في نفس الوقت. فبتجيب ميداليات متنوعه في كل الرياضات. لكن في بعض الدول تانية بتهتم برياضات معينه، ودي حاجه مش عيب، بالعكس دي حاجه كويسه ان انت تقدر تستغل نقطه القوه اللي عندك في بعض الرياضات تحقق بها ميداليات. احنا تاريخ مصر الاولمبي كله تقريبا عندنا 38 ميداليه. ال 38 ميداليه في منهم 14 ميداليه بس لرفع الاسقاط، تمام، و 8 ميداليات للمصارعه عبر تاريخنا. فانت بتتكلم في 22 ميداليه من اصل 38 ميداليه حققهم لعبتين بس، رفع الاسقال والمصارعه. المشكله ان انا يبقى عندي اهتمام اكتر بالاتحادين دول، ان انا مثلا مسافر بكوتا فيها رفع اسقال فيهم هم خمسه بس، انت مرتاح ليك ثلاث لاعبين وثلاث لاعبات. المشكله ان تكون من ضمن السته دول بتنافس على اربع ميداليات ذهب مثلا. في المصارعه نفس الكلام، مسافر ب 11 لاعب الاولمبياد باريس، ايه المشكله ان انا من ضمن ال 11 لاعب اكون بتكلم في خمس لاعبين يقدروا ينافسوا على ميداليات ذهبيه. طب انا عندي نقطه هنا عايز اتكلم فيها، انا وكنا بنتكلم فيها دايما في ملعب الابطال، ان في ممكن اروح بلاعب صغير وانا عارف انه متاكد ان هو مش هيعمل المنافسه في ميزانه او في الايفنت بتاعه صعبه جدا، ولكن انا بديله فرصه ان هو يكسر الحاجز الاولمبي علشان اخد منه في الدوره اللي بعدها. فده ينطبق على او القاعده مش هتبقى قاعده يعني ثابته يا استاذ كريم على ما اعتقد، يعني ما عنديش مشكله. ما انا عشان كده قلت لحضرتك ان انا بتكلم في نسبه 10% بس من اللي مسافرين يكونوا مرشحين ان هم يقفوا على فيها. طبعا هيبقى في نسبه من دول لاعبين صغيرين سنهم صغير بياخدوا خبره الاحتكاك الاولمبي دوره ورا الثانيه يقدروا يحققوا ميداليات. ولكن في النهايه زي ما قلت لحضرتك التفوق بالعدد مهم جدا، حتى على مستوى ان بعثه مصر تظهر بشكل لائق في الدورات الاولمبيه. لان انجاز طبعا بنقول في الاخر بان مصر دوله رياضيه من الدرجه الاولى. انجاز طبعا ان انت تسافر باكبر بعثه عربيه واكبر بعثه اولمبيه افريقيه قصدي، ده طبعا انجاز وطبعا دلاله على تقدم وتطور الرياضه المصريه بشكل كبير جدا. لكن برضو يعني حتى عدد الميداليات، خد بالك في اولمبياد طوكيو احنا حققنا 6 ميداليات. مظبوط. ده بتهيألي اكبر رقم ميداليات حققته البعثات المصريه في تاريخ المشاركات الاولمبيه. من حيث ليس العدد. من حيث العدد بالظبط كده. فانا بتكلم ان احنا ان شاء الله باذن الله يكون عندنا اهتمام اكتر بالرياضات اللي بتجيب لنا ميداليات. زي ما انت حضرتك 11 لاعب مصارعه وخمس لاعبين متاح ليك، يبقوا 6 لاعبين في رفع الاثقال. انا عايز من تقريبا من ال 17 لاعب دول اربع ميداليات ذهب مثلا. وبقيه الالعاب تروح وتشارك وتصرف عليها وكل الكلام ده، بس انا في النهايه الترتيب بتاع البعثات وترتيب الدول بالميداليات الذهبيه. مصبوط. يعني البلد او البعثه اللي بتجيب ميداليه ذهب واحده بس
بتبقى متفوقه في الترتيب على بعثه ثانيه حققت 10 ميداليات فضه وبرونز. تمام كده؟ حتى احنا على مستوى الميداليات الذهبيه حتى البعثات المصريه خلال تاريخ المشاركات الاولمبيه احنا محققين 8 ميداليات ذهب منهم 5 لرفع الاثقال وميداليتين للمصارعه. فانت حتى على مستوى الميداليات الذهبيه برضه هم بيتظل اتحاد رفع الاثقال واتحاد المصارعه هم اللي ليهم نسبه الـ يعني نصيب الاسد من الميداليات بشكل عام والميداليات الذهبيه. فان شاء الله يكون عندنا نصيب من اكبر من الست ميداليات، بس المهم برضو يكون عندنا نصيب اكبر من الميداليات الذهبيه اللي احنا نقدر نحققها ان شاء الله في اولمبياد باريس، لان هو ده المحفل الاولمبي الاهم والمحفل على مستوى قوه المنافسه على مستوى الميداليه تاريخ بتتكتب. يعني ممكن تكون جبت ميداليه في بطوله عالم، جبت ميداليه في كاس عالم، لكن تظل الميداليه الاولمبيه لها رونق خاص طبعا، وهي دي اللي بيتكتب بيها التاريخ. البطل الاولمبي بيظل بيطلق عليه البطل الاولمبي لو يحقق ميداليه ويفضل طول عمره بطل اولمبي، ما بيقولش عليه بطل عالم. مظبوط. فان شاء الله نكون لنا نصيب اكبر من الميداليات باذن الله في اولمبياد باريس ان شاء الله. دي كانت واحده من الميداليات الذهبيه الممتعه طبعا، ميداليه كرم جابر في 2004 في اثينا، وان نتمنى تتكرر ان شاء الله في المصارعه يعني. طيب عندنا بعض الالعاب ممكن تكون جديدة على جدول الميداليات المصرية في دورات الألعاب الأولمبية، زي مثلا الخماسي الحديث. خماسي أنا حتى قلت في الحلقة النهاردة أنا طمعان في ميداليتين في الخماسي أقل حاجة، وده بسبب المعطيات اللي بيدوها لنا لعيبة الخماسي. أنت السنة دي في كؤوس العالم أنت مسيطر ما شاء الله، يعني تحول الخماسي كده زي الاسكواش في مصر، بقينا إحنا خلاص أنت داخل تلعب دهب فضة. بالظبط. مظبوط؟ فالخماسي الحديث شايفه ازاي ان شاء الله في باريس؟ بص يا استاذ ابراهيم، هو الرياضه مش كيمياء، هي حاجه بسيطه جدا جدا، بتهتم بالقاعده بتاعت الشباب والناشئين، بتصرف صح، بتتعامل بشكل علمي كويس جدا. هيتلاقي عندك بعد 5 6 7 سنين منتخب اول قادر على ان هو يحقق لك الميداليه. الخماسي الحديث الحقيقه اتبع القاعده دي واهتم بقطاعات الناشئين جدا على مستوى الفتره اللي فاتت، واهتم كمان بالمعسكرات وبالاعدادات وبالكلام ده. فطبعا يعني ميداليه احمد الجندي ما كانتش صدفه طبعا، ومش من الميداليات اللي هتتحقق ونرجع نستنى 20 سنه كمان على ما نيجي نحقق ميداليه زيها. فهي ميداليه احمد الجندي كانت، انا بعتقد ان هي كانت مجرد بدايه لميداليات تانية ان شاء الله. واحمد الجندي ذات نفسه مرشح ان هو يحقق ميداليه في اولمبياد باريس باعتباره بطل اولمبي، وكمان باعتبار بالنظر للنتائج اللي بيحققها في البطولات اللي بيشارك فيها. اعتقد ان يعني خماسي حديث ماشي بشكل جيد جدا، واحده من الالعاب الصعبه جدا جدا، لان البطل خماسي حديث مطلوب ان يكون بطل في 5 ألعاب مش في لعبه واحده عشان يقدر يحقق ميداليه، خصوصا على المستوى المنافسات الاولمبيه. فان شاء الله تكون بدايه ونشوف ما اكتر من ميداليه للخماسي الحديث في اولمبياد باريس ان شاء الله. وده واحد من الاتحادات زي ما قلت لحضرتك، يعني احنا كان عندنا ميداليه علاء رسم في السلاح كانت طفره اتحققت في 2012، وما زلنا حتى الان لا كان قبلها في ميداليات ولا اتحقق بعدها الى الان ميداليات. ففي بعض الميداليات اتحققت طفره مستوى لاعب معين، توفيق حلفه اثناء المنافسات بشكل كبير، قرعه، كل دي عوامل بتاثر على طبعا السير المنافسات او ان اللاعب يحصد ميداليه. لكن ان شاء الله خماسي حديث ما يكونش طفره ويكون بدايه للسلسله من الميداليات اللي هتتحقق. طفره بتبقى لقطه وتنتهي. بالظبط، بتختفي، بتظهر ما بيظهرش بعدها. اللاعب نفسه اللي حقق ميداليه لما بيشارك تاني ما بيقدر، لان ما بتتوفرش نفس العوامل. مزبوط. ونفس الظروف اللي كانت مساعداه اثناء مشاركته لما جاب الميداليه الاولانيه. انما ما شاء الله احمد الجندي رجع اولمبياد، اصابه كبيره، رجع من الاصابه، حقق في بطولات العالم. مش هو لوحده، هو محمد الجندي طبعا. بالظبط. مهند شعبان ومعتز وائل كمان، الشاب اللي طالع بسرعه الصاروخ، وحتى على مستوى السيدات ملك اسماعيل، امير انديل، يعني اتمنى طبعا. انا بقول لحضرتك ان انت هتيجي تعد هتلاقي اسامي كتير في الخماسي الحديث ابطال طالعين، عشان كده بقول لك الرياضه علم. انت حضرتك هتهتم بالناشئين وهتصرف وهتعمل معسكرات خارجيه، هياثر بشكل كبير جدا على مستوى لعيبتك، لان احنا مش بعاد عن المستويات العالميه طبعا، ولادنا واللعيبه عندنا مش اقل من اي لعيبه على مستوى العالم. فعشان كده بس محتاجين اهتمام، وده اللي كنت بقوله لحضرتك في البدايه خالص. ان احنا نركز اهتمامنا بالالعاب اللي احنا بنجيب فيها ميداليات. احنا على مستوى رفع الاثقال قادرين ان احنا نجيب 4 ميداليات ذهب في كل دوره اولمبيه، وعندنا الابطال اللي يقدروا يعملوا ده بمنتهى السهوله. خامات موجوده عندك سواء على مستوى الشباب، حتى ما شاء الله طلع كسر الدنيا في بطولات العالم. الالعاب اللي احنا جيناتنا بتسمح ان احنا نكون ابطال فيها يجب الاهتمام بيها اكتر واكتر بالتاكيد. ويعني زي ما نقول زياده الميزانيه بتاعتها شويه عشان نطلع اكتر. يعني احنا عندنا حاليا منتخب المصارعه بيخوض معسكرات في المجر وفي بولندا
المشكله ان تبقاش المعسكرات دي طول الاربع سنين اللي هو من بعد المشاركه في مثلا من بعد ما هنخلص مشاركه في اولمبياد باريس، هيبقى احنا عندنا خمس ست لاعبين احنا عارفين ان هم دول سنهم صغير وهيقدروا يلعبوا. انا عايز خمس ست لاعبين دول طول الاربع سنين يكونوا عايشين في معسكرات خارجيه، بطولات خارجيه. قالها كده كابتن ابراهيم عادل لما بيقول لك عاملين معسكر في داغستان، داغستان دي تتنفس المصارعه تمام، ودوله مصاريفها رخيصه فليه ما نصح زي ما انت بتقول ما نقعد هناك في داغستان. بالظبط كده مظبوط. طب هنطلع لفاصل كده ونكمل كلامنا تاني، فاصل ثم نعود. رجعنا تاني والناقد الرياضي كريم ابراهيم، والحديث بقى قبل ما ندخل على المنافسات المحليه، توقعك كده كم ميداليه ان شاء الله في باريس؟ سؤال صعب صح؟ هو سؤال ما حدش يقدر ان هو لان دايما حتى البطل اللي انت متوقع ان هو يقدر يجيب ميداليه وانت واثق من ده، بنتكلم مثلا على ساره سمير هي واحده من ابرز اللاعبين المصريين المرشحين لحصد ميداليه، وتكاد تكون هي الاوفر حظا في حصد ميداليه. بتبقى في زي ما قلت لك عوامل كتير بتاثر على اللاعب اثناء اليوم، ولكن اجمالا انا ممكن اقول ان احنا البعثه المصريه ممكن تحقق تقريبا 8 ميداليات في اولمبياد باريس 2024 تمام. ممكن يقلوا ميداليه 7 يزيدوا ميداليه بقى 9، ولكن هو ده اعتقد الاطار اللي احنا نتحرك فيه في اولمبياد باريس. الاثقال طبعا واحد من ابرز اشهر الاتحادات مرشحه لحصد ميداليات. انا برضو بتوقع ان المصارعه زي ما حضرتك قلت في الانترو يكون ليه نصيب من الميداليات الخماسي الحديث، يعني بنتكلم في حوالي منتخب كره اليد واحد من منتخبات الكره الجماعيه اللي هو يقدر ان هو قريب جدا من تحقيق ميداليه في اولمبياد باريس، فبتتكلم تقريبا في 8 ميداليات. اتمنى بس الثمان ميداليات يكون فيهم 3 4 ميداليات ذهب، يعني ما يبقوش كلهم فضه وبرونز، ده اهم حاجه. 3 4 ميداليات ذهب بالظبط ان شاء الله. انا ساره سمير تقدر تجيب ذهب، كريم كحله يقدر يجيب ميداليه، احمد الجندي ان شاء الله يقدر يجيب ميداليه ذهب، بتتكلم في 3 ميداليات. يعني في ابطال كتير جدا مرشحين ان هم، كيشو واحد باعتباره كان بطل اولمبي في اولمبياد طوكيو ونجح ان هو يتاهل من باب الكبير من التصفيات العالميه، فبرضه يقدر ان هو ان شاء الله يكون له نصيب من الميداليه. بتتكلم ان شاء الله في 3 ميداليات ذهب باذن الله، هيفرقوا كتير جدا مع بعثه مصر في الترتيب العام خلال المشاركه في اولمبياد باريس ان شاء الله. المبارزه طالعه بشكل كويس برضه، في كام بطل صغيرين كده ما شاء الله محققين نتائج على المستوى العالمي. انا بتوقع السلاح ممكن في ميداليه، ولكن مش انا بتوقع السلاح اكتر في لوس انجلوس مش في لوس انجلوس في باريس، عشان لسه الشباب صغيرين لسه ما زالوا بياخدوا خبرات تمام. ما اعتقد المشاركه في اولمبياد باريس هتضيف لهم خبرات كتير جدا، لكن الضغط النفسي والتوتر اللي بيكون عند اللعيبه اثناء الاولمبياد لان هو فرصه حلم ميداليه اتحققت هتفرق معاك بقيه حياتك، بس نتغلب على موضوع الاتزان النفسي والضغط النفسي وان شاء الله يكون لينا نصيب من الميداليه. مشكله الاولمبياد هي يومك بالظبط كده، يومك هتعمل. احنا في اولمبياد طوكيو كان عندنا علي الصلاح واحد من ابرز واهم اللاعبين المرشحين لحصد ميداليه ذهبيه، لم يوفق في اي مباراه من اللي خدها بسبب التوتر، رغم ان كل اللاعبين اللي خسروا قدامهم كان بيكسبهم باقل مجهود في بطولات العالم، ولكن ما قدرش يسيطر على اتزانه النفسي فحصل اللي حصل يعني. مظبوط. طيب نروح بقى كده لدوري السوبر او السيريس البيست اوف فايف، طبعا ما بين الاتحاد والاهلي، ثلاث مباريات نار بالظبط، يعني اللي اتقال عليهم ثلاث مباريات نار ما بين الكبار، شفتهم ازاي وشايف المباراه الرابعه بكره ازاي؟ احنا اخر ثلاث مواسم تقريبا في منافسات محليه في كره السله دايما النهائيات بتبقى اهلي واتحاد سكندري واصبح حتى التشكيل او قوام منتخب مصر 70% منه لعيبه اهلي واتحاد سكندري، فاحنا تعودنا على النهائيات دي، ولكن المختلف السنه دي ان لا يعني انت ما تقدرش تتوقع لحد لعب ثلاث ماتشات الاتحاد كسب ماتشين والاهلي ماتش، محدش يقدر يتوقع ايه اللي ممكن يحصل، لكن انا كان ليا دايما رايي ان لا الاهلي ولا الاتحاد هيعرفوا يكسبوا ماتشين ورا بعض. يعني محدش فيهم هيقدر يسيطر ماتشين ورا بعض، هيتبادلوا المكسب والخساره الى ما نوصل لا اتوقع كده نوصل للمباراه الفصل الخامسه. الفروق كلها قريبه جدا، بتتكلم ماتشات بتخلص فرق باسكت او اتنين باسكت، يعني الفروق كلها قريبه جدا لحد حتى ماتش امبارح كان ممكن الاهلي يخلصه في اخر ثانيه، فلحد اخر ثانيه من الماتش انت ما بتقدرش تتوقع مين الفريق، ودي سر متعه كره السله عموما. ولكن انا يعني عندي برضو ملاحظه في موضوع، انا ضد تعيين حكام اجانب لاداره مباراه كره السله حتى لو هتتحمل الانديه نفقات الحكام. احنا عندنا حكام مصريين مميزين جدا جدا، ايه الفايده ان انا الحكم يحكم طول الماتش واجي المكافاه الهديه اللي هي النهائيات احرمه منها. يعني ده حكم تعب، واكيد اي حكم في الدنيا نفسه ان هو يحكم نهائيات خصوصا لو نهائي دوري. لما انا اجي عند الفاينل بتاع الدوري اقوم جايب حكم اجنبي هو اللي يحكم، فانا كده حرمت الحكام المصريين من الهديه، انت طول السنه هو شغال في الموسم تعبان وبتيجي وقت الهديه تقول له انا مش هديك الهديه بتاعتك، اقعد انت بقى انا هجيب حكام اجانب هم اللي يديروا. كمان الاتحاد يوافق بمنتهى السهوله على تعيين حكام اجانب، برضو انا مش مؤيد لدي، انت لازم تحافظ على حكامك تحميهم
من خلال انت تتمسك بوجودهم في المباريات، ما يبقاش اللائحه متاح فيها قوي ان انا عايز حكام اجانب خلاص اوكي، طالما عايز حكام اجانب ادفع حقهم اجيب لك حكام اجانب. انت حليت المشكله الماليه، انت كاتحاد ما تحملتهاش، ولكن صدرت مشكله الحكام بتوعك ان هم فقدوا الثقه في نفسهم، حسوا ان الانديه الاهلي والاتحاد مش واثقين فينا كحكام، فهيأثر على مستواهم كمان، على نظره الاتحاد الدولي والافريقي ليهم. انتوا حتى كحكام كمان افقدت الثقه من الجمهور على بالظبط، الحكام كمان انت ارسيت المصريين. مبدا ان الحكام الاجانب هم احسن من الحكام المصريين، رغم ان الحكم الاجنبي بيغلط، مفيش حكم في الدنيا مصري او اجنبي ما بيغلطش. وجود تقنيه الفيديو في اي لعبه في عموما يعني ساعدت الحكام كتير في ان هم يقدروا يراجعوا قراراتهم، فايه المشكله مع وجود تقنيه الفيديو؟ الناس تعين بالحكام المصريين واديهم الثقه واديهم المكافاه بتاعت نهايه الموسم، ان انت تعالى انت تعبت طول الموسم، لكن انا اجي احرمهم مكافاته. طبعا انا ضد الموضوع ده تماما، حتى لو انت حملت الانديه التكلفه، ولكن انت في النهايه اضريت بثقه حكامك في نفسهم. فانا اتمنى يعني ان الاتحاد كره السله يراجع القرار ده تاني ويشوف اللائحه بتاعته، ان هو يبقى ليه هو في النهايه قرار ان انا اقبل او ارفض. يعني طلب النادي هو مش فرض عليا ان انا اقبله. ايه المشكله ما يقول لي عايز حكام اجانب؟ لا انا حكام مصريين كويسين هم اللي هيحكموا الماتش. انت صعدت للفاينل بالحكام المصريين. يعني ده اتمنى الموضوع ده يتم معالجته في الفتره الجايه. خلينا نتكلم على الدوافع عند النادي. الاتحاد السكندري اخر دوري حصده كان في موسم 2020، مظبوط، بقى له 3 سنين بعيد عن بطوله الدوري، وده مش الاتحاد السكندري مش متعود على الفتره الغياب دي كلها. في 21 الزمالك توج بالبطوله، وبقى لنا موسمين ورا بعض الاهلي بيتوج. على الناحيه الثانيه ده دوافع الاتحاد السكندري، على الناحيه الثانيه الاهلي مقدم موسم مش احسن حاجه، خسر البطوله العربيه، خرج من الدور نصف النهائي. في البطوله الافريقيه البال خرج، لعب مباراتين لمباراتين خسرهم في النهائيات. على مستوى المنافسات المحليه بيلعب دوري السوبر لحد دلوقتي مش عارف، كسب كاس السوبر المصري من الزمالك، كسب دوري المرتبط، ولكن دوري المرتبط في النهايه ممكن بطوله تنشيطيه في بدايه الموسم، وخسر كاس مصر امام الاتحاد. فخساره الاهلي دوري السوبر امام الاتحاد هتبقى دي تاني بطوله يعني يتم اقصاء الاهلي منها بالاتحاد السكندري بعد بطوله كاس مصر. فالفريقين عندهم دوافع قويه جدا 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 ان هم ياخدوا البطوله دي. الاتحاد عايز يرجع للبال من جديد، لان حتى الموسم اللي هو خد فيه بطوله دوري السوبر البال اتلغت عشان خاطر كورونا، فهو عايز يرجع للبطوله الافريقيه من جديد، ما خدش لقبها ولا مره بالمسمى الجديد. والاهلي برضو ايضا مش عايز يخسر دوري السوبر، لانه مقدم موسم مش احسن حاجه بالنسبه للاهلي يعني لو احنا قارناه بالموسمين اللي فاتوا. حلو قوي. طيب نقفل صفحة دوري سوبر كرة السلة ونروح كده لإيه؟ ملف المدربين الأجانب. مش قلنا بقى الحكام الأجانب؟ بالظبط. نروح بقى للمدربين الأجانب بالزبط. بقى في الهاندبول كده في كرة اليد. عندنا في الهاندبول الأهلي الأهلي والزمالك بيعملوا محاولات عنيفة جدا إن هم يستعينوا بحكام بمدربين أجانب عشان الموسم الجديد بعد ما ديفيد ديفيز رحل عن الأهلي، وأيضا الزمالك أيضا برضه بدون مدير فني بيدور على مدير فني أجنبي. أنا رأيي لو أنا هجيب مدير فني أجنبي أجيبه كلاس إيه؟ أجيبه صف أول. تمام. لو انا مش هجيب مدرب اجنبي على وزن ديفيد ديفيز على وزن باروندو اللي كان مسك المنتخب قبل كده، يبقى ايه المشكله ان انا ادي المدربين بتوع الفرصه؟ انا بيجي لي مدرب مصري بمشيه عشان بقول له انت فشلت في اداره النادي فبمشيه، بيجي بدايه الموسم بجيب مدرب اجنبي واجيب له لبن العصفور، كل الصفقات اللي بيحلم بها بجيبها له، الصفقات اللي هو عايزها فينجح. فاقول لا المدرب الاجنبي هينجح. انت لو جبت الصفقات دي المدرب المصري هينجح على فكره. هو اصل هو التدريب عموما انا لو انا مش هجيب مدرب كلاس ايه يعلم المدربين بتوعي، فايه لازمتها؟ انا في الاهلي لو انا مش هعرف اجيب مدرب كلاس ايه زي ديفيد ديفيز، ايه المشكله ما ادي محمد ابراهيم الفرصه مثلا؟ محمد ابراهيم شغال مع ديفيد ديفيز، بيقدم مستوى كويسه جدا، عندي عناصر شابه، هو عارف الفرقه كويس جدا، فايه المشكله ان اديله الفرصه لو انا مش هجيب مدرب صف اول؟ نفس الكلام في الزمالك، عندنا كابتن باسم سبكي في الترجي التونسي ما حقق نتائج ولا اروع مع الترجي التونسي وهو مدرب مصري. فانا ما يبقاش عندي الانديه الدول العربيه بره والانديه بره 90 مدربين مصريين وانا اجري اجيب مدربين اجانب حتى مش كلاس ايه. انا ايه الافاده اللي انا استفدتها؟ ولا لا انا هصنع جيل من المدربين المصريين اتعلموا منهم، ولا انا في نفس الوقت اديت فرصه للمدربين بتوعي اللي انا بعدهم عشان يبقوا كوادر في يوم من الايام يطلع واحد منهم يمسك منتخب مصر. بس كريم انت المدربين المصريين بتوعك اصلا اصبحوا مدربين اجانب بره. بالظبط. يعني انت بيستعين بيك اكبر الانديه بره. بالظبط. وعندك لعيبتك محترفين. بالظبط. انا لسه برضو حته المدرب الاجنبي في الهاندبول، يعني الهاندبول انا فاكر لو اتكلمنا على الباسكت نرجع للباسكت تاني بس في لبنان. لبنان كانت بعد الحرب الاهليه جابوا مدربين اجانب في كل الانديه. بعد كده ايه اللي حصل؟ مشوا كل المدربين الاجانب لان اتعلم منهم جيل من المدربين دلوقتي اللبنانيين اللي هم دلوقتي بيدربوا بره لبنان. فانت بنيت قاعده من المدربين، انت اوريدي عندك المدربين. فالاستعانه بمدربين اجانب زي ما انت قلت يا صف اول يا المدرسه الاشهر في التدريب حاليا في العالم كله المدرسه الاسبانيه.
المدرسه الاسبانيه خدت الشهره بتاعتها نتيجه ان منتخب اسبانيا ذات نفسه منتخب متطور جدا في كره اليد. انت حضرتك حاليا عندك منتخب مصر منتخب قوي جدا في كره اليد، اعتقد من اقوى 4 منتخبات على مستوى العالم. عندي تقريبا في قوام المنتخب المصري تقريبا من 10 ل 11 لعيب محترف في انديه اوروبيه على اللي بيقدموا مستويات ولا اروع في الانديه بتاعتهم في الدوريات الاوروبيه، متواجدين في دوري ابطال اوروبا، متواجدين في اقوى الدوريات الاوروبيه. ايه المانع ان انا استغل الطفره دي اللي حاصله في كره اليد المصريه واصدر مدربين العالم كله؟ مظبوط. انا مدربيني مش هيطلعوا يشتغلوا في العالم الا اذا اثبتوا نجاح في انديه مصر، في انديه مصر. بالتاكيد. فدي خطوه مهمه اعتقد، يعني الانديه يا ريت لو انا مش هجيب مدرب كلاس ايه رقم واحد من ضمن المدربين الاقوى في العالم، لا ادي الفرصه للمدربين بتوعي يعملوا نفس الصفقات اللي انا كنت هعملها لو كنت جبت مدرب اجنبي. الموضوع هيفرق كتير جدا. وجهه نظر تحترم يا استاذ كريم بصراحه. طيب عايزين نروح كده للكره الطايره بقى، احنا خلصنا باسكت، خلصنا هاندبول، طبعا خلصنا اولمبيات، نروح للكره الطايره كده في دقيقه. الكره الطايره الحقيقه برضه هو نفس المشكله، ما زال الزمالك بيبحث عن مدير فني، ولكن الزمالك عنده حاجه تانية على مستوى التدعيم في الصفقات المحليه. اتحاد الطايره استقر على انه لا تعديل في بند الثمان لاعبين دوليين في كل قايمه. تمام. بمعنى ان انا ما ينفعش يبقى عندي اكتر من 8 لاعبين دوليين لعبوا لحساب منتخب مصر في كل قايمه. في الزمالك دلوقتي كان عنده 8 لاعبين دوليين، رحل رضا هيكل اصبحوا 7، ولكن هو صعد ياسين ابو الحسن ليبرو مستوى الشباب، صعدوا الفريق الاول، وياسين لعب تصفيات المنطقه الخمسه الافريقيه فتحول للاعب دولي، فاصبح هو كده القايمه بتاعت الزمالك فيها 8 لاعبين دوليين. استنفس كده. في الوقت اللي هو بيعمل فيه مفاوضات لضم لاعبين جديد، يمكن اعتقد ان ممكن يكون في كلام مع احمد سعيد وكلام مع لعبه، ولكن ازاي يتم تسجيلهم في القايمه؟ الاهلي على الجانب الاخر عنده برضه 8 لاعبين دوليين، ولكن هو الاهلي احمد صلاح اعلن اعتزاله، فاتحاد الكره الطايره اعتبره ان هو خارج اللاعبين الدوليين، رغم ان انا عندي تحفظ على ده اذا كان اللاعب ما قدمش اعتذار رسمي، جواب اعتذار رسمي بخطاب، فانا ما اقدرش اعتبره معتزل. لكن الاهلي عنده فرصه اكتر ان هو يضم، خصوصا لو صح الكلام ان في بعض اللاعبين الدوليين هيمشوا من قائمه الاهلي، فالاهلي هيبقى عنده فرصه. الموسم الجاي هيمشي ازاي على مستوى التدعيمات؟ الزمالك لو ما دعمش بصفقات جديده هيبقى عنده مشكله ايضا الموسم الجاي. الاهلي حقق كل حاجه في موسم الكره الطايره الموسم ده، فالموسم الجاي هيمشي ازاي؟ ده هيتوقف على موسم الصفقات اللي شغال دلوقتي، وهل الزمالك هيقدر ان هو يعوض المراكز الدوليه بلاعبين، ان هو يمشي لاعبين من الموجودين في القائمه ويجيب لاعبين جداد؟ ده اللي هيبان الفتره الجايه ان شاء الله. استاذ كريم ابراهيم بشكرك جدا على الاسراء في المعلومات بصراحه النهارده، وحاجه كده يعني ايه عرفتنا وعرفت السيد المشاهد ببعض الامور او كثير من الامور سواء على مستوى المحلي او الاولمبي. بشكرك جدا على الحلقه الجميله دي. اشكرك شكرا جزيلا. شكرا. اشكرك وبشكركم اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وكل عام وانتم بخير.